حياكم الله مشاهدينا، عدنا إليكم مجددا. وكثير من الناس عندما يرون شخص لربما لأول مرة يحكمون من الشكل، ودائما يعني خلال الثواني الأولى يكون هذا الحكم من لقائنا ببعض الأشخاص. افتراضات كثيرة تبدأ على شكله، على مظهره، أحيانا تكون صحيحة وفي الغالب تكون خاطئة. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: ما مدى صحة حكم الناس عليك من اللقاء الأول؟ وأكيد هذا السؤال انتشر على صفحة قناة كربلاء الفضائية على الفيسبوك، ووصلتنا تعليقاتكم اللي نحب دائما أنه نشاركها ونسمع آراءكم بخصوص هذا الموضوع. إذن مشاهدينا، دعونا نبدأ بأول تعليق، وكثيرة هي التعليقات مثل ما قلنا اللي وصلتنا منكم. أول تعليق من شيماء العلي: تشكر جهودنا على هذا الحوار الشيق، شكرا لك يا شيماء. لو مطيتنا رأيكم، نعم انطت رأيها شيماء، تقول: الحمد لله، انطباع متوقع كما يوحي شكلي، لكن يخفى عليهم أنني انفعالية. صحيح، كثير من الأشخاص الانفعالية لا تكون متوقعة في شخصيتهم إلا في مواقف معينة. أم علي تقول: في الغالب سلبية، لكن بعد الحديث تتبلور الشخصية للمقابل فتتغير انطباعاته. لطيف يا أم علي، حلو الإنسان يعرف الانطباع اللي مأخوذ عنه من قبل الناس. صحيح. أيضا زميلتنا فاطمة عاشور تعلق بهذا الموضوع وتقول: كل يرى الناس بعين طبعه، أي أن الناس تنظر لبعضها وتحكم بمقدار طهارة قلبها وطبيعة نواياها. بالفعل تعليقكم صحيح ونتفق معه. الحاج عبد الكريم الخفاجي أيضا يعلق حول هذا الموضوع، ولكن تعليقه طويل، نحاول أنه نختصر. يقول: الإنسان أما يكون عاقل وقد لا يكون، والعاقل أما يكون ذو علم وقد لا يكون، وكل ذي علم يعمل بعلمه. هناك لغة الجسد، لغة العيون، هناك علم الطاقة، علم العرفان، وعلم الألوان، وعلم الأوفاق، وهناك قانون الجذب والإلهام المعرفي، وكثير من العلوم التي تجعل من صاحبها يعرف الطرف المقابل من النظرة الأولى. أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في الحرب والمواجهة كان يعرف حتى ما في قلب العدو المواجه له، فإن كان يحمل جزء من الإيمان في قلبه لا يقتله، وإن كان يخلو من الإيمان قتله. الخلاصة: تعتمد صحة حكم الناس علينا أما من خلال العلوم التي يحملونها وتكون نسبتها صحيحة غالبا، أو من خلال الظن وتكون نسبة صحتها حسب القول. الإناء ينضح بما فيه، فالجيد يظن المقابل جيد والعكس بالعكس. صحيح، ونتفق أيضا مع هذا الرأي. في الغالب بعضهم عنده اختصاص وعنده موهبة تحليل الشخصيات وعلم الفراسة، فيعرف الإنسان من تحركاته من بعض السلوكيات البسيطة جدا، والبعض لا، حسب ظنه هو. إذا هو سيء ممكن يشوف كل الناس سيئة. صحيح. ويأخذ أفعالهم كلها على محمل السيء. نعم. أيضا نعم. أحمد علي يقول: اللقاء الأول مهم جدا، ولكي نخرج فائزين يلزم الاهتمام بالجوانب العملية ولا ننسى المظهر وما له من أثر إيجابي. فعلا أحيانا كثير من الناس لما تروح مثلا في لقاء عمل أو خطبة أو أي شيء جديد، يعني يلتقي بأشخاص جدد لأول مرة، يهتم بمظهره جدا. مثلا أنا أخاف ألبس هذا القميص، لا أخاف يقولون علي أنه شكلي كلش أنه مبتذل، ألوان كثيرة، أخاف أنه ألبس هذا يقولون عني معقد، أو مثلا أسد القميص الدقمة الخانقة ويقولون أنه هذا كلش أنه معقد وموسوس بالترتيب. هواية بعض الحركات والانفعالات يقال يعني احنا ناخذ انطباع عنها، مثلا اي كلام تقولي او اي ردة فعل تنطيها يؤخذ انطباع عنك من هذه الكلمة. والانطباع الاول كلش صعب يروح. صح، وهواية من الناس اكيد مجربين هذا الشيء، انه اذا اخذوا انطباع عنك من اول نظرة خلص هذا فلان كذا، لحد ما الايام تثبت انه نعم. انت مو مثل الانطباع الا اذا عاشرتي، بس اذا ما كانت انه معاشره وحياه فيما بعد فلازم نعطي انطباع اول جميل عنه. نعم. الانطباع الاول اللي اول ما يشوف الشخص ياخذ عنه معاشره اذا بعد تجربه، شنو هو؟ نعم، كرر السؤال. شذا الانطباع الاول اللي الناس تاخذ عليه؟ يعني قبل قليل شيماء العالي قالت: اللي يشوفني يقول هادئه، بس ما يعرفون انه خلف هذه الهدوء شخصيه فعاليه. مغروره.
لا ما اعرف يعني هذا الانطباع يمكن بسبب انه طريقه المشي او كذا ما اعرف، بس هذا اللي دائما اسمعه اعتقد بسبب دائما الهدوء. الشخص الهادئ ياخذون عليه انه هذا متكبر شايف نفسه، الشخص اللي يحبون دائما يكون اجتماعي، فالشخصيات مختلفه فاحنا ناخذها. شوفي هذه واحده من الاراء اللي مثل ما ذكرتي قبل قليل، انا ايضا شخصيا متعرضه لهذا الموقف، بعد فتره اكتشف انه يصارحوني انه كنا معتقدين انه انت مغروره او متكبره نفس هذا الموضوع. السبب لانه قليله التفاعل، تحبين تحافظين على مساحتك الخاصه او الشخصيه الا ان تتعرفين على الشخص المقابل بصوره جيده، يلا انا اقدر انفتح اذا الحكم مو دائما صحيح بهذا الموضوع. خلينا نشوف بقيه الاراء والمعلقين. عبد الزهره يقول مهما يكن شكل الانسان يجب اظهار الجوانب الايجابيه وترك الجوانب السلبيه، يجب التاكيد على الجانب الايجابي للفرد وتنميته حتى يتميز الفرد فيه. أحسنتم. أيضا هناك الكثير من التعليقات. من الأمراض المنتشرة والصبر يقول في مجتمعنا الحكم المسبق على الشخص بناء على لونه أو على شكله أو على ملبسه وليس على أخلاقه وأفعاله. نعم نعم. أيضا وائل صبري يقول من الأمراض المنتشرة في مجتمعنا الحكم المسبق على الشخص بناء على لونه شكله ملبسه وليس على أخلاقه وأفعاله. أيضا وردة الشمس تقول يعني تقول أنه أنا أم إبراهيم، مهما كان من رأي الناس عند اللقاء الأول ما هو مدى حكمه صحيح أو خطأ أعطيه العذر لأنه لا يعرف جوهر الإنسان وأخلاقه وما يحمل من طباع وتصرفات، فلا أجد أي مبرر للأخذ على عن مدى صحة حكمه. صحيح لابد أنه ما نأخذ الانطباع الأول من الشكل فقط، تحدث وتعرفوا، وأيضا هواية من الأشخاص يكونوا مهمين وذوي عقول راجحة، لكن يمكن إحنا لأن ما نعرفهم ما حاكين وياهم فنأخذ انطباع سلبي، وبالتالي رح أقع في حرج أنه أنا قللت من شأن شخص عنده فكر جيد وعقلية جيدة ولربما يكون ذو شأن في مجتمعه.